تعالوا دلوقتي نروح لموضوع حلقتنا النهارده في نهارك أبيض، واللي كان بيتكلم عن مكاسب الزمالك من العودة أمام فيوتشر والفوز في أول لقاء لحامل لقب الدوري تحت قيادة كابتن أسامة نبيه. تعالوا كده ناخد آراء جمهورنا على السوشيال ميديا، ونبتدي بمين يا أحمد؟ نبتدي من عند سمير اللي بيقول صباح الورد عليك يا نيرفانا، صباح الخير عليك يا أحمد، نهاركم أبيض بخطين حمر. من وجهة نظري مكاسب الزمالك من الفوز على فيوتشر في الدوري هي رجوع روح الانتصار للفريق، إعطاء الثقة للعيبة، إن شاء الله نقدر نكمل على المستوى ده ونحقق الفوز في مبارياتنا القادمة إن شاء الله يا أبو سمرة. أكرم صباح الخير عليك يا أحمد، صباح الخير عليك يا نيرفانا، المكسب من المباراة رجوع الروح والإصرار والانتصارات للفريق تدي ثقة للعيبة وبيدفع اللعيبة إن هم يكونوا عازمين على المكسب وبإذن الله القادم أفضل. رودي بتقول صباح الخير عليك يا احمد، صباح الفل عليك يا نيرفانا، نهاركم ابيض بخطين حمر. المكسب من المباراه رجوع الروح والاصرار على المكسب والتوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله باذن الله يا رودي. مصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احلى صباح عليكم بالفوز، بجد مبسوط جدا ان هدف جه في اخر دقيقه وده يظهر لينا مدى اصرار اللعيبه على الفوز واللعب لاخر ثانيه، بجد الحمد لله على الفوز، وان شاء الله بالفوز ده يعود الزمالك للي احنا متعودين عليه، وكل الدعم للكابتن اسامه والجهاز بالكامل.